أينما كنتم أهلاً وسهلاً بكم. وهكذا متابعين الأعزاء ينطلق هذا الشوط هذا اليوم على التوالي في هذا المهرجان تحت رعاية سيدي صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظك الله ورعاك. وهذا المهرجان الرابع على التوالي، وأيضاً نرحب بضيوفنا الكرام أجمل التحية والتقدير والاحترام الذين متواجدين معنا اليوم في هذا المهرجان من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأيضاً نرحب معنا برئيس الاتحاد من جمهورية السودان الشقيقة، وأيضاً نرحب معنا برئيس الاتحاد من تونس، وأيضاً نرحب معنا برئيس الاتحاد من المغرب، وأيضاً نرحب برئيس الاتحاد الفرنسي. نرحب بجميع ضيوفنا الكرام الذين متواجدين معنا اليوم على أرضية هذا الميدان، ميدان الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان، وهذا المهرجان تحت رعاية سيدي صاحب السمو الأمير الملك الحسين بن عبد الله حفظه الله ورعاه ولي العهد المفدى. وهكذا متابعين الأعزاء أينما كنتم ننقل لكم حدثي هذا الشوط، شوط الإبكار الجذاع الشوط الثاني، الشوط الإبكار الجذاع المحلي لأبناء المملكة الأردنية الهاشمية. نتمنى لهم التوفيق والنجاح في انطلاقة هذا الشوط. هذا الشوط الرمز الغالي في الانتظار هو سيف ولي العهد المفدى، السيف الذهبي لمن يغادر وأين يروح هذا السيف؟ والكل يريد والله يفعل ما يريد، ولكن هنالك الشعارات العملاقة والشعارات المرشحة والشعارات الأبرز تتواجد معنا في هذا الشوط، الشوط المنتظر عند الجماهير الغفيرة. والكل يريد والله يفعل ما يريد، وفي هذا المهرجان الدولي لأول مرة في المملكة الأردنية الهاشمية يحتضى بها أمام ابناء شعبه والعالم أجمع، وتعبير عن الاعتزاز بهذه الرياضة التراثية الأصيلة. ويحرص صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظك الله ورعاك للهجن في اليوم الرياضي دولته سنويا، كما تتلقى الرياضة رياضة سباق الهجن الدعم الصخي ولا محدود له. وليس مستغرب من حضرة صاحب السمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد المفدى حفظك الله ورعاك يا سيدي، وذلك بتشريف سموه لسباقات الكبرى وتوفير كافة الأمكانيات اللازمة لاتخاذ هذه الرياضة مكانتها اللائقة وتقديم الجوائز النقدية والرمزية القيمة التي تعد الأفضل في المنطقة. وكما لا يفوتني نقدم جزيل الشكر والعرفان لجميع الحاضرين ولجميع الداعمين. والآن نترككم مع زميلي المعلق حماد بن علي الزويد. إذن شكرا للزميل والصديق أحمد بن بخيت الزويد، ونشكر سيارة النقل والإذاعة إذن على بركة الله. نبحر مع الصدارة ونبحر مع المقدمة من يقدم لنا عجايب محمد بن مسيب بن فرج القواشم، من يعتز بالصدارة ويتسنم الصدارة بعجايب، والمركز الثاني والتسلل والوصول في هذه اللحظات من يتسلل بكل قوة أصايل محمد بن خليل إبراهيم أبو معيتق. أصايل يا محمد راع الفعايل يقدم لنا أصايل على ثاني المراكز وفي ثالث المراكز في هذه اللحظات. نوفيكم بل أسماء القادمة والحاضرة لجل الانتصار لجل مجد التليد. في هذه اللحظات من يقدم هبايب عبد الله بن جمعة الروي علي تيم، من يقدم لنا هبايب هبت على ثالث المراكز لكي تكون رافعة راية النصر يا هبايب. وعلى رابع المراكز تسللت في هذه اللحظات واصلة بكل قوة الزعيمة محمد بن سلمان بن سالم رهيفان، من يقدم لنا هذا الشعار الواصل بكل قوة الواصل على رابع المراكز. وفي خامس المراكز التسلل والوصول في هذه اللحظات
على خامس المراكز، واصل بكل قوة في هذه اللحظات. من يقدم لنا سمحه؟ عماد بن عبد الله الزوايد من يقدم لنا سمحه، واصل على خامس المراكز في هذه اللحظات وعلى سادس المراكز. واصل الذيبة، يا مرحبا بشعارك يا محمود بن جمعة، يا مرحبا بشعارك يا البدول، على سادس المراكز. ولكن العودة لمقدمة الشوط، العودة للصدارة، العودة للمقدمة، العودة للي تبحث عن المجد التليد، تبحث عن سيف ولي العهد، تبحث عن الانتصار، تبحث عن الانتصار في هذه اللحظات. من اختارت المسار لجل الانتصار؟ عجايب عجايب يا عجايب. سلام يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، من يقدم لنا عجايب؟ محمد بن مسيب القواش ما يقدم لنا عجايب. يا مرحبا بعجايب وشعارك حاضر في الأشواط المهمة والأشواط الرئيسية. من يقدم لنا عجايب؟ ابن قويشم ابن قويشم ابن القويرة، يطالبونك بالانتصار، يطالبونك بتحقيق هذا الإنجاز. يا سلام الواصلة في هذه اللحظات. من يقدم لنا أصايل؟ يا مرحبا بأصايل والقدوم والوصول من محمد بن خليل إبراهيم أبو معيتق. من يقدم لنا أصايل على ثاني المراكز؟ تبحثوا عن انتصار، تبحثوا عن تاريخ يخلد. يا مرحبا بالوصول على ثالث المراكز في هذه اللحظات. من يقدم لنا هبايب؟ يا مرحبا بشعارك يا عبد الله يا بن جمعة الروي علي تيم. من يقدم لنا شعار؟ والواصلة في هذه اللحظات، والواصلة بكل قوة، والواصلة سمحة محمود بن محمد بن جمعة البدول يقدم لنا شعار. والواصلة في هذه اللحظات، ارتياد ارتياد ارتياد، واصلة على رابع المراكز. خذر فراج أبو جديل يقدم لنا ارتياد على رابع المراكز وخامس المراكز. واصل سمح عماد بن عبد الله، عماد بن عبد الله الزوادي بتوجيهاتك يا عودة يا بن فراج يا أبو جديل، من يوجه هذا الشعار؟ ولكن العودة، العودة للكيل الأخير، الكيل المثير، الكيل الخطير. عجايب عجايب، تفعل العجب، تفعل العجب على أرضية هذا الميدان. تحلق وحيدا يا عجايب، يا أحمد يا محمد يا ابن مسيب يا ابن قويشم يا ابن قويشم. المنصة الرئيسية تقترب من الانتصار، تقترب من الانتصار. ولكن ارصد، الأسماء قادمة واصلة في هذه اللحظات. أصايل محمد خليل إبراهيم أبو معي وواصلة أيضا، وواصلة في هذه اللحظات. الذيبة 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 الذيبة، محمود بن محمد بن جمعة البدول، يا مرحبا بوصولك البدول على ثالث المراكز. ولكن أعلنت المغادرة عجايب تفعل العجب. يا مرحبا بالوصول، يا ذكر الله على هذا القدوم. ما شاء الله تبارك الله، ما في أي منافس، ولسان حاله يقول هل من منافس. لا 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 وألف لا لا وألف لا، من ينازع هذا الرمز؟ عجايب تفعل العجب. سلام ابن قويشم، سلام، السلامات طارت إلى القويرة. تهانينا لك يا أحمد يا ابن مسيب يا ابن قويشم. عن من ينتزع هذا الشوط؟ وفي ثاني المراكز واصلة في هذه اللحظات، ظن عطى الله سالم هليل البلوي. وفي ثالث المراكز أصايل محمد خليل إبراهيم أبو معيتق، وعلى رابع المراكز سمحة محمود محمد جمعة البدول. التوقيت الزمني 8:10، تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.